صديقي آدم ده
شخص، لا هي الكلمه العامه هي اسم. طيب تاني حاجه عايز فعل، فعل يعني ايه جبته؟ فعل يعني حاجه حدث، يا عملته يا بعمله. عملته يبقى فعل ماضي، لو عملته خلص، لو لسه بعمله فهو فعل ايه؟ فعل مضارع. ممكن يكون عندي فعل امر ان انا بطلب من حد يعمل حاجه معينه. طيب هنبتدي بقى من الاول خالص. ايوه فعل قال، قال ده فعل. هل تستطيع؟ نظر، رأى، يحرز. قال ونظر ده فعل ماضي، يحرز فعل مضارع، وتستطيع فعل مضارع. احنا نكتب قال نو ماضي. كلمة بها الشمسية، عارفين طبعا حروف اللام الشمسية اللي هم ست اخوات واثنين اصحاب، التاء والثاء، الدال والذال، الراء والذال، السين والشين، الصاد والضاد، والطاء والظاء، واللام والنون، 14 حرف. كلمة بها آلة شمسية هنبتدي ندور، المعلم، لا ما تنفعش. ها السلة، برافو عليكم يا جميل. كمان اللام الشمسية الحرف اللي بيجي وراها بيبقى عليه شدة، ما ننساش الموضوع ده يا جميل. كلمة بها القمرية، القمرية احنا قلنا حروف اللام القمرية جحا، غبي، فكة، مخه، وقع. فهنبتدي نطلع من الحروف دي. قال المعلم أحسنتم يا جميل تو. الفوز أحسنتم حبايبي. إحنا كتبنا المعلم مرة، هنيجي هنا نكتب إيه؟ الفوز. ممكن نكتب المعلم مفيهاش مشكلة. جي أكمل. وقف المعلم فين؟ ها مين فاكر؟ وقف المعلم أحسنتم في فناء، فناء المدرسة ليختار نقط لكرة القدم من التلاميذ. أحسنتم اختار فريقا. برافو عليكم يا جميلتو. تاني حاجة اعتذر آلة لأنه، ليه آلة اعتذر؟ ها أول حاجة لأنه ما كانش واثق في نفسه وقال إيه؟ اعتذر يا معلمي لا أحب أن أكون سببا في الخسارة. اعتذر آلة لأنه لا يحب يكون سببا في خسارة فريقه. تالت حاجة تحمس آدم وقال لنفسه، قال لنفسه إيه؟ ها نفتكر مع بعض، أنا أستطيع سأحاول. يبقى قال لنفسه أنا أستطيع بعد كده جملة رقم د أكمل الشبكة. شبكة الانفرادات أنا بجيب لك كلمة وبطلب منك كلمات تخص الشبكة دي. طيب كرة القدم، أول ما بقول كلمة كرة القدم تفتكر إيه جملة؟ آه كرة القدم يعني لازم يكون عندي فريق، ولازم يكون في لاعب، لازم يكون في نادي، لازم يكون في كرة. ها يبقى اللاعب فريق، مدرب، ملعب او نادي يعني، كرة. دي شبكة كرة القدم. جونيور 2 بعد سؤال التعبير وبعد سؤال القراءة هيجي ثالثا المحفوظات، الاناشيد، الحاجات اللي احنا حافظينها. نشيد صديقي كان بيقول ايه؟ صديقي مين فاكر؟ ها صديقي، صديقي ذكي، صديقي، صديقي ذكي، صديقي نبيل، كريم محب، لطيف أصيل، وينشد شعرا، شعرا بصوت، ها برافو يا جميل، بصوت جميل. أكمل الناقص إحنا كده كملناه خلاص. عندنا كلمة ذكي هو جايب لي خريطة الكلمة، يعني إيه خريطة الكلمة؟ دي رقم ده خريطة الكلمة، يعني بجيب لك كلمة وأقول لك نوع الكلمة دي إيه؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ طيب معناها إيه؟ طب مضادها إيه؟ طب ممكن نحطها في جملة فتبقى إيه؟ فهو جايب كلمة ذكي، أول حاجة ذكي يوم، آخرها تنوين، يبقى الكلمة دي اسم ولا فعل؟ ها؟ اسم، برافو عليك.
بقى 5 حروف، اولهم فتحه كسره بعدين مدياه وبعدين قاف مكسوره برضو وبعدين ياء ملكيه. ممكن على وزن صديقي نجيب كلمه ايه؟ عزيزي. ولا كده مش زينا خالص، احنا مدربين بنسمع الكلام، ده ما بنسمعش كلام كويس قوي، فهنقول له ايه؟